طيب احنا معانا دلوقتي هاتفيا في الفقرة الثانية. طبعا فقرتنا الأولى خلصت كانت عن هذه القضية، قضية الرأي العام. معانا بعد كده الفقرة الثانية بتاعت دكتورة مروة سيد، دي لايف كوتش وخبيرة التنمية البشرية، هتبقى معانا إن شاء الله. لكن هنخرج فاصل بسيط، فاصل صغير كده، ونرجع لحضراتكم بعد كده نستضيف هذه الفقرة مع دكتورة مروة سيد، دي لايف كوتش وخبيرة التنمية البشرية، لكن بعد الفاصل. مين فينا ما عندوش ضغوط؟ ضغوط بسبب الأهل، ضغوط بسبب الأولاد، ضغوط بسبب الشغل، ضغوط في حياتنا عموما. الضغوط بتخلينا نتخرج المشاعر السائل اللي عندنا، بتاخدنا في دوامة. الدوامة دي بتبدأ معانا من الصبح، من ساعة ما نصحى لحد ممكن تفضل معانا كمان لحد ما ننام، مبتنتهيش. الضغوط فعلا هي شكل من الأشكال الكبت السيء اللي ممكن بتأثر علينا احنا كنفسيين. كمان يعني ممكن بتخلق لنا شعور سيء، ممكن بتعامل مع الناس بشكل مش كويس، ممكن بتخلينا نفقد أقرب الناس لينا. طيب علشان نعرف إزاي نخرج المشاعر السيئة دي، وإزاي نتعامل كويس مع الناس بعيد عن الضغوط وبعيد عن الكبت وبعيد عن ده كله، هيكون في استضافتنا في مداخلة هاتفية طبعا دكتورة مروة السيد اللي معانا في مداخلة هاتفية دلوقتي. برحب بحضرتك دكتور مروة. أهلا محمد، إزي حضرتك وإزي السادة المشاهدين؟ برحب بحضرتك دكتور. طيب دكتور، في البداية عاوزين نعرف معنى كلمة ضغوط نفسها، لأن ممكن الناس ما تكونش يعني واخدة بالها من فكرة الضغوط دي. ممكن أنا أكون عندي ضغط بس مش بحس بيه، فعايزين نتعرف في البداية على معنى الضغوط بشكل عام. إحنا ممكن نقدر نقول إن الضغوط دي عبارة عن التحديات اللي بتواجهنا طول يومنا، أو الحاجات اللي إحنا بنحتاجها طول يومنا. طول يومنا احنا بنبقى محتاجين وقت ومحتاجين طاقة، محتاجين وقت علشان نقدر ننجز المهام اللي مطلوبة مننا، التزاماتنا وشغلنا، محتاجين طاقة علشان نعرف نواصل يومنا، نتعامل مع الناس، نمشي في حياتنا بطريقة عادية وسلسة وبسيطة. ضغوطنا دي بقى بتسبب لنا مشاكل، وبتظهر عندنا في صورة أعراض زيها زي أي مرض. ممكن تظهر عندنا في صورة أعراض جسمية، حاجات بتظهر على جسمنا، ممكن يكون منها صداع، بعض الناس تشتكي من ألم في العضلات، مشاكل في النوم، صعوبة في التركيز، مشاكل في المعدة، مشكلة في الوزن، ممكن واحد يزيد، ممكن واحد يقل في الوزن. كمان ممكن نلاقي الضغوط بتظهر عندنا في أعراض نفسية وعصبية، تلاقي شخص دايما منفعل بصفة دايما، عنده عصبية، مش راضي عن بيته، عن حياته، عن نفسيته، عنده مشاكل في المذاكرة، مشاكل في الذاكرة، مش قادر يسترخي، على طول حاسس بقلق وتوتر مستمر. المشكلة ان مفيش حد مننا عايش من غير ضغوط، كل الناس عايشة بضغوط. الضغوط دي سلسلة ماشية في حياتنا وتحديات يومية، سواء شئنا أم أبينا، إحنا ماشيين بيها وعايشين بيها طول حياتنا. المشكلة بقى إحنا بنشوف الضغوط دي إزاي. المشكلة يا أستاذ محمد إن إحنا نظرتنا للضغوط دي بتبقى عاملة إزاي. طب أنا أعرف إزاي أول أصلا إن أنا شخص مضغوط ومش قادر أستمر، بواجه ده إزاي في طريقة المواجهة نفسها؟ قلنا لو شفنا الأعراض، لو لقينا عندنا أعراض من الأعراض الجسمية أو الأعراض النفسية والعصبية دي، أول ما الاقي حاجة من دي هلاقي جسمي بينبهني إن أنا عندي مشكلة، عندي ضغط. أول ما ابتدي ألاقي إن أنا عندي المشكلة دي، لازم أعرف أفكر، أقف ما بيني وما بين نفسي وأشوف هنا المشكلة فين، أفكاري عاملة إزاي، أنا يا ترى شخص ببص للدنيا إن مشكلة وبحاول أحلها، ولا الدنيا عندي غامقة وما عنديش حلول والدنيا عندي مش متظبطة. هنا أقول لحضرتك إن إحنا عندنا شوية حاجات كده بنستعملها، أو ممكن زي نقط نقدر نحطها عشان ندير الأمور أو الضغوط بشكل سليم. طبعاً لازم نضع النقاط فوق كل حرف علشان نعرف إزاي نمشي أمورنا وإزاي نسير يومنا بشكل كويس عشان ما يحصلش في أي مشاكل. أكيد طبعاً. طبعا كورونا خلقت جو سلبي على الأسرة بشكل عام، يعني احنا دلوقتي مثلا كان في البداية كنا بنخرج الواحد يروح شغله ومش عارف ايه، لا دلوقتي بقى في جو اللي هو حتى العمل قل بالنسبة شوية، الزوج بقى بيقعد في بيته فترة طويلة، ممكن ده بيأثر على الاثنين مثلا الزوج والزوجة، فبيخلق ما بينهم بيخلق ما بينهم مشاكل. ازاي نقدر نواجه المشاكل دي، وازاي نتحدى الفكرة دي بحيث ان احنا نخرج من يومنا بشكل كويس، نطلع منه مبسوطين، الكلام ده كله؟ تمام. اولا احنا زي ما احنا قلنا مفيش حاجه اسمها ان احنا نزيل الضغوط، احنا المشكله اللي احنا بنعملها ان احنا بندير الضغوط، او بنخلي الضغوط دي نتعامل معاها بشكل كويس وشكل صحيح نقدر نعيش معاه. اول حاجه ان احنا لازم يكون نغير من اسلوب حياتنا،
يعني يبقى عندنا نظام او سيستم بنمشي عليه، ممكن نسميه كده شوية عادات أو حاجات يومية بنحطها بتبقى ثوابت في حياتنا. ممكن العادات دي تكون عادات نفسية، عادات جسمية، يعني ببقى بصفة عامة كده عامل لنفسي نظام أمشي عليه، عارف أنا بصحى إمتى، بنام إمتى، بعمل رياضة إمتى، بخرج إمتى، شغلي مواعيده إيه، بحط لنفسي سيستم اللي هو وبمشي عليه. سيستم إدارة الوقت ده بالظبط، مهم جدا علشان طبعا بينفذ لنا المهام أقلل اللي احنا الضغط. طالبينها فيهم. اه كويس جدا، حتى حضرتك كمدربة تنمية بشرية ولايف كوتش يعني بتدي ده للطلبة اللي بيجوا لك بتساعديهم. تقريبا في حاجة اسمها الجوانب الحياتية السبعة برضو عندكم، اللي هو تقريبا الجانب الديني والحياتي والعملي والشخصي، ده كله بترتبوا أكيد الوقت، حاجات كتيرة جدا ممكن تكلمينا عنها بشكل عام. أكيد أكيد، كل الحاجات دي لو أنا حطيت شوية عادات والتزامات هلتزم بيها في خلال يومي أكيد هخفف عن ضغط كتير عن دماغي، لأن سبحان الله إحنا ربنا خلق عقلنا ده بيميل للراحة شوية والكسل، يعني مش عايز يفكر كتير، مش عايز دوشة، عايز نظام أو سيستم معين مطلوب منه بيعمله بيريح دماغه وبيريح الوضع اللي حواليه. ده لو انا مشتت ومش عارف مواعيدي ولا ظروفي ده بيسبب لي ضغط كبير. من ضمن الحاجات التانية اللي ممكن ان احنا ندير بيها الضغط بتاعنا ان احنا يبقى لنا وقت خاص او بنقول عليه بنسميه السبيشال تايم او المي تايم. الوقت ده محتاج وقت صمت، وقت هدوء، نرتاح من دوشة الحياة، وقت اللي هو لا شيء، ما اعملش حاجة. لازم كل شخص مننا لازم في يومه من 5 ل 30 دقيقة يومية في الصمت ده عشان يحافظ على السلام الداخلي بتاعنا، يعمل اتزان لروحه ان الوقت ده الحياة محتاجاه عشان تستكين داخلنا ونرتاح من الصراعات والأمور المادية واللخبطة اللي بتحصل طول اليوم عندنا، محتاجين ناخد الريست ده من 5 ل 30 دقيقة يوميا. وقت التأمل ممكن بتاعنا ده بيبقى وقت التأمل بتاعنا، ولازم بالضبط نبقى لنا وقت بالضبط لينا احنا كشخصيا. دكتور مروة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لايف كوتش وخبير التنمية البشرية والمدرب الشخصي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية. مشاهدينا اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية يوم الثلاثاء الجاي في برنامج مصر من السماء الساعة 1 ظهرا. بشكركم جدا على حسن المتابعة، انتظروني الثلاثاء الجاي.